أهلا بكم مشاهدينا من جديد. افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بمركز التدريب التابع لهيئة الكهرباء والماء في سترة الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي للحصول على شهادة معتمدة للمقاولين والاستشاريين المتخصصين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وذلك بتنظيم من وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء مهم من استراتيجية المملكة لبناء قدرات السوق المحلية وتأهيلها للتنفيذ وتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة. وألقى الوزير ميرزا كلمة للمقاولين والاستشاريين المشاركين أشاد فيها بنجاح الدورة السابقة للبرنامج التدريبي وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية انعكست على سوق الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والجذب الملحوظ للاستثمارات الأجنبية والمحلية للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية. 114 مشارك يريدون تأهيل في تركيب الألواح الشمسية والنظام الشمسي في المنازل والمنشآت، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هناك نوع رغبة كبيرة من الشركات في أخذ الاتجاه نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة. نحن في الأمم المتحدة فخورون بهذا الإنجاز لما له دلالة على جدية البحرين في تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة الجديدة وفي أيضا أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع الخاص بموضوع الطاقة الجديدة. انطلقت أعمال النسخة السابعة من قمة مستثمري ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنظيم من شركة تنمو وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل تمكين وبالتعاون مع شركة ألبا وبنك البحرين للتنمية ورواد. وقد تمحورت نسخة هذا العام حول الاستثمارات الاستراتيجية وتثقيف المستثمرين، وقد ضمت جلسات القمة نخبة من الخبراء الذين سلطوا الضوء على أهمية الدور الذي يؤديه مستثمري الملائكة لضمان أفضل أداء للأعمال التجارية عبر تبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع وتبادل الخبرات المتعلقة بالبيئة الداعمة للمؤسسات الناشئة. وقد تمكنت القيمة السنوية الرائدة من تحقيق نجاح باهر على مر الأعوام الماضية بسعيها للتقريب بين شبكات مستثمري الملائكة وأصحاب رؤوس الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هو السنة السابعة من المينا إنجل سامت، بيكون الموضوع اللي قاعد نتكلم عنه ونناوله في هالموضوع شلون نحفز ونعلم المستثمرين ان يستثمرون في الشركات الستارت ابس، لان في بعض التكنيكس وفي بعض الريتيرن اون انفستمنت اللي الناس بتستفيد منه. فمحور او الاساس مال هاي المؤتمر ان نعلمهم شلون ان يستثمرون في هاي الستارت ابس. أعلنت شركة زوهو المتخصصة في برمجيات إدارة الأعمال عن إطلاقها برنامج زوهو بوكس للمحاسبة السحابية والمصمم لبرمجة عمليات المحاسبة للأعمال ومساعدتها على الامتثال لضريبة القيمة المضافة. وتتيح حزمة زوهو بوكس لعمليات المحاسبة لضريبة القيمة المضافة الفرصة للقطاعين الحكومي والخاص على مستوى المملكة لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأجهزة الحكومية والمتعلقة بالمحاسبة وتقييم الإقرارات الضريبية على غرار التجربتين السعودية والإماراتية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويعتبر البرنامج الجديد حلاً متكاملاً لإعداد التقارير المحاسبية وإدارة التكاليف مع توفير تطبيقات لإدارة تدفقات الإيرادات المتكررة المعتمدة على الاشتراك مع إنجاز طلبيات المبيعات المتعددة القنوات عبر الإنترنت وفق نموذج جردن واحد. تعتبر السوق البحرينية مهمة للغاية لأي مستثمر أو شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية وبرمجة إدارة الأعمال بفضل البيئة الاستثمارية الصديقة لرؤوس الأموال الأجنبية وحرص الحكومة على تبني أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة لتنمية الاقتصاد الوطني. ويأتي إطلاق برنامج زوهو الجديد بالتزامن مع قرب موعد تطبيق مملكة البحرين لضريبة القيمة المضافة
والتي ستساهم بصورة كبيرة في زيادة قاعدة الإيرادات الحكومية، مما يحتم على الجميع زيادة التوعية بأفضل الطرق المبتكرة للامتثال لهذا النظام الضريبي الجديد وابتكار أنسب الحلول التي ستساعد كافة الشركات على اختلاف أحجامها وتخصصاتها على إعداد التقارير المحاسبية بدقة وحرفية أكبر من أي وقت مضى. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تراجع مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات هذا اليوم بنسبة 0.32% مقفلا عند مستوى 1308 نقاط، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,462,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 435,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 41 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة ما نسبته 57.50% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وبالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية، فقد أقلقت عند مستوى 7711 نقطة بانخفاض نسبة 0.42%، وذلك عائد مشاهدين لتأثير من تراجع غالبية مؤشرات البورصة السعودية. ونتحول إلى بورصة الكويت الذي أقفل على ارتفاع بسيط وأغلق عند مستوى 5300 نقطة، وذلك بدعم من تقدم مؤشر قطاع الاتصالات. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجعا أيضا نسبة 0.52% متأثرا بهبوط مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، فيما أقفل سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 0.3% تقريبا متأثرا بشكل رئيسي من تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، في حين سجل سوق العاصمة العمانية مسقط تقدما نسبة 0.27% مدعوما من ارتفاع أغلب قطاعات البورصة العمانية. وفي خبر آخر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات على هامش اجتماع للجنة الطاقة المعنية بمراقبة اتفاق الانتاج النفطي بين أوبك وشركائها بأبوظبي أن التحليلات تظهر حاجتهم إلى خفض المعروض بمليون برميل يوميا عن مستوى أكتوبر. وأشار الفالح إلى أن هناك توافق آراء بأنهم لن يسمحوا لمخزونات النفط بالتنامي، وفيما قال إن طلب عملائهم في ديسمبر تراجع أكثر من نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع نوفمبر، ونوه بوجود توافق على الحاجة لبذل كل ما يلزم من أجل تحقيق التوازن في السوق. ومن جهته حذر أمين عام أوبك من أن عام 2019 سيكون عاما صعبا. قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي في كلمته خلال مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول إن الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك سيكون مهما لمزيد من ضبط السوق والإنتاج، وأوضح بقوله إنهم حققوا من خلال أوبك إنجازات عديدة على مستوى إنتاج النفط، وأشار إلى أن شركة أدنوك وأرامكو سيعملان سويا على تبادل الخبرات بما يعود من نفع عليهما معا، مشيرا إلى أن الشركتين سيطوران صناعة النفط. وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن توقيع أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك يتعلق بفرص الاستثمار بمجال الغاز خارجيا. مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. فتيات في صعيد مصر لا تتجاوز أعمارهن 20 عاما يؤسسن مشروعات صغيرة وبسيطة لمواجهة البطالة.
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن العائلات والأسر البريطانية ترزح تحت ضغوط ديون غير معلن عنها اقترضتها من أفراد آخرين من العائلة أو الأصدقاء، مشيرة إلى أنها تخفي حقيقة مديونيتها هذه حتى عن المقربين. وأوضحت الدراسة أن إجمالي هذه الديون يصل إلى ما يعادل 134 مليار دولار أمريكي بحسب ما أفادت صحيفة ميرور البريطانية. وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة الخدمات الاستشارية المالية أن متوسط دين الفرد الواحد من الديون السرية هذه يصل إلى 5370 دولار. وبينت الدراسة أيضا أن هذه الديون السرية تصب على الأغلب في خانة تمويل الرهن العقاري وتمويل السيارات، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان المشتركة. دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى برنامج جديد للإنفاق لتحفيز الاقتصاد وسط تزايد المخاوف بشأن المخاطر العالمية. وسيركز برنامج الإنفاق والذي يتوقع أن يبدأ في النصف الأول من السنة المالية المقبلة لليابان، أي في أوائل أبريل المقبل، على البنية التحتية. كما دعا بعض كبار مستشاري الحكومة اليابانية إلى مبادرات لتحفيز الاقتصاد لتعويض الانخفاض المتوقع في الاستهلاك بعد زيادة في ضريبة المبيعات على الصعيد الوطني في أكتوبر من العام المقبل. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. بمشروعات صغيرة وبسيطة رأس مالها قليل جدا، بدأت مجموعة من الفتيات في صعيد مصر لا تتجاوز أعمارهن 20 عاما مشروعات صغيرة لمواجهة البطالة، ونجحن فيها نجاحا ملحوظا. وخلال برنامج تشرف عليه وزارة الشباب بالتعاون مع يونيسيف مصر، بدأت فتيات مصريات بمدينة إدفو بمحافظة أسوان جنوب مصر تأسيس مشروعات صغيرة وبسيطة وبأقل تكاليف ممكنة، وأصبحن من رائدات الأعمال بالمحافظة. وتكشف إحسان حامد مدربة الفتيات في مقابلة مع قناة العربية بعضا من هذه المشروعات، مثل مشروع الفوانيس التي تقوم به فتاة تدعى شيماء 18 عاما. وتكشف إحسان مشروعا آخر من هذه المشروعات، وهو مشروع الفتاة أزهار 19 عاما التي اختارت صناعة وإنتاج الحلويات، وبرأس مال بلغ بالفعل 20 جنيها فقط.